مساواة في التوظيف. خلونا نشوف. التمييز في التوظيف يعتبر أحد الأسباب التي تؤدي إلى عزوف النساء عن المشاركة بالقوى العاملة. بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في العام 2022 حوالي 19% من مجمل النساء في سن العمل، مقابل 69% للرجال. ولتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، لا بد من أن يتم التوظيف على أساس المهارات والقدرات المهنية فقط. إيقاف الممارسات التمييزية كافة ضد النساء في التوظيف. معالجة الإشكاليات القانونية التي تعزز التمييز ضد النساء لتمكين المرأة من الحصول على حقها في العمل. إعطاء الأولوية لقضية مشاركة النساء وتحقيق المساواة في سوق العمل، كون النساء تلعب دوراً أساسياً في التغيير الإيجابي بالمجتمعات. وضع حلول مبتكرة لمعالجة مسألة الرعاية غير مدفوعة الأجر.